الحين كيف أبدأ؟ المهم متزوج خلك، مو متزوج سوي سكيب. أوكي، في برنامج نازل ما أدري من متى، بس أنا تقريبا استخدم من 2016 تقريبا. فالبرنامج هو اسمه بتوين. البرنامج الحلو فيه إنك تسجل فيه وما تقدر تفتح البرنامج إلى أن شريك حياتك يسجل فيه برضو، وتحطون نفس الرقم ويجي لكم ماتش اثنينكم وتسجلون فيه. فأنت ما تقدر لحالك تسجل، لازم عندك زوج زوجة يسجلوا مع بعض. إذا فتحت البرنامج، البرنامج يصير فيه كالندر أو تقويم. التقويم هذا متشاركينه مع بعض، أنت وتحط مثلا يوم الفلاني في شيء عندكم ميتنج، إن شاء الله حق أعمل، عندكم اجتماع مع بعض أو شيء، عيد ميلادكم، عيد زواجكم تحطونه. فأنت تحط شيء يجي حق شريك حياتك، شريك حياتك يحط شيء يجي عندك. هذا أول شيء. ثاني حاجة برضو في ألبوم صور خاص فيكم، أنت تحط شيء في ألبوم الصور شريك حياتك تشوفه، وهو يحط شيء. فبرنامج متكامل، فبرنامج متكامل متشاركين مع بعض في كل شيء. برضو في محادثات، في شات داخل، فتفتح مثل الواتساب تكتب شيء يرد عليك هو. برضو في خلفية حق الشات نفس الواتساب، لكن إذا غيرت الخلفية أنت تغير عن شريك حياتك برضو. فبرنامج مثل ما قلت لكم في أشياء قوية، هذا اسمه بتوين. وفي برضو حق مكالمات تقدر تكلم شريك حياتك في نفس البرنامج، كله يقول شريك حياتك، فشخصين أنتوا، ما في شخص ثالث يخش معاكم. ولا تقدر تسجل إلا عندك زوجة ثانية، ما تقدر تسويه. أوكي، لازم رقم ثاني. أوكي، لأن البرنامج يسوي ماتش أو تسجيل دخول مع شخص ثاني بنفس الرقم، ما تقدر تسجل بنفس الرقم حق شريك حياة ثاني، شريك حياة ثاني. أوكي، فالأشياء الكثيرة يعني حق الكالندر، صور، ملاحظات، دردشة، كلها متشاركين فيه في نفس البرنامج. حلو يعتبر. لكن طبعا البرنامج أحط لكم نهاية سنابات، لكن اليوم فيسبوك سوت برنامج نفس الحركة اسمه توند، بس يعتبر في ميزة زيادة إن اختصار إنك تسأل شريك حياتك شلون تشعر اليوم ولا شيء، وتسوي نفس الحركة إنكم تشاركون الصور حقينكم، تشاركون برضو سبوتيفاي حقكم الموسيقى، تشاركون مع بعض. فتقريبا هذه كل الأشياء اللي تسويها، الفرق بينه وبين الثاني يعني هالزيادات اللي موجودة فيه الناس سبوتيفاي تقريبا، وإنك تقدر تسوي اختصار مثلا شلون كيف تشعر اليوم، كيف حالك يعني. فالبرنامجين موجودين في الأب ستور. فيسبوك تقول البرنامج محمي، بس أنا ما صدق، بس برنامج بتوين أنا مستخدمه لي من زمان، ينزل برضو الحق ساعة أبل، تقدر تنزله في ساعة أبل تقدر تستخدمه. فبرنامج الفيسبوك إلى الآن تقريبا يدعم الآيفون، ما يدعم الآيباد، كان عندك آيباد راح يكون صغير. لكن برنامج البتوين اللي موجود على الايفون يدعم الايفون ساعتها برضو، ما يدعم الايباد. فانتوا بكيفكم، راح اوريكم احنا، احط لكم الرابط حقتهم اثنينهم، ونشر التغريدات لحق المتزوجين، المتزوجين يشرون. اوكي، لحق المتزوجين تنشر بس، او اللي توهم خطبين. اوكي، طيب نشوف البرنامج الحين. هذا برنامج هو الفيسبوك، حق الفيسبوك. المشكله اللي فك مخي ان البرنامج مكتوب من 9 يعني العمر من 9 واعلى، والحق الكابلز ما ادري هل في كابلز لان عمره 9 سنوات، وهنا برنامج بتوين مكتوب إنه من 4 سنوات وفوق، ما أدري كيف، مع إنه يعني مكتوب كبر ريليشنشيب تراكر، يعني تتبع شريك حياتك تتابعون بعض، فما أدري كيف. المهم هذا البرنامج حق الفيسبوك، مثل ما نشوف لو بنشوف الفيديو حقه، لو بنفتحه مثل هذه الأشياء، يعني يعلمك إنك تحط الصور حقينك، تحط كيف تتبعون بعض، وتحطون يعني ميزات البرنامج. هنا برضو لحق البرايفت سبيس، نعم بتكلمون بعض هنا في الأشياء مهمة. هنا لحق التقويم، أوكي خلصنا منها. هنا لحق سبوتيفاي، انك تحط الموسيقى ويسمع شريك حياتك، تشاركون بعض الموسيقى نفسها. هنا لو تسأله يعني كيف تشعر والاشياء دي كلها، يجاوب عليك يعني كل يوم. فالبرنامج اللي قلت لكم موجود في الايفون، مو موجود على ساعة ابل ولا الايباد. برنامج بتوين، برنامج بتوين هذا اللي انا استخدمه. هنا الكالندر، يعني لو تحط الاشياء المهمه عندك راح يطلع لك اياهم هنا، مثلا باقي مثلا 55 يوم على عيد الميلاد، عيد الميلاد، عيد الزواج مثلا. هنا الاشياء التقويم حق الاشياء اللي باقي تحت، يعني بعد شنو هنا قبل 6 سنوات شنو شو اللي صار، الاشياء كثير. هنا التقويم حقكم المشترك بينكم من بعض في نفس برنامج التقويم، في نفس البرنامج هذا. هنا مكالمات تقدر تكلمون بعض. هنا الاشياء المهمه او ستوريز لحق الصور، فيديوهات تريب، رحتوا رحله واشياء مهمه تصوروها مع بعض، تخلون هنا الصور يكونوا متجمعين مع بعض. وهنا الالبوم، يعني تشاركون برنامج البوم مع بعض. هنا الدردشة، مثل ما قلت لكم في دردشة، وتقدر تغير الخلفية وتحط الأشياء اللي تبيها وتغير على نفس الخلفية. أوكي خلصنا من هنا، بنجيب العيد بس ما نبي نكمل.
فهذا البرنامج الميزات أتمنى يعني الكابلز يستخدمونه. يعني أوكي ملكين حلو راح يكون مثل ما قلت لكم، متزوجين حلو. فروابط البرنامج راح أحط لكم في النهاية. بليز الرقم حقي كل دي تسألني ما برضي يسجل، إذا كنت مسجل مع شخص ما تقدر تسجل مرة ثانية، بس لأنك 4-5 ما